هاي بنات، كيفكن اليوم؟ رح نعمل مع بعض ميك اب، بس ما رح يكون حيلا ميك اب. رح نعمل ميك اب لما نكون راجعين من البحر. ما تنسوا تكتبوا لنا رايكم بالكومنتس وتعملوا لايك وسبسكرايب. اول ستيب هي السان سكرين، لازم نحط واقي شمس لنحمي بشرتنا، ولازم نحط خطين على ايدنا، وبعدين بنمدهم على كل الوجه. والخطوة الثانية أكيد لازم نمشط الحواجب لفوق. رح يكون الميك اب بيزي كتير خفيف لأنه رح تكون درجة الحرارة كتير عالية، فبدنا شيء هيك very light. بما أنه الميك اب رح يكون كتير خفيف، فأكيد ما رح يكون في فاونديشن، بس رح يكون في كونسيلر، فرح نحطه تحت العين. وإذا عندكم سبوتس أو أكني ما تنسوا تخبون بالكونسيلر. نرفع شوي الوجه بس هيك، بنحط من هون. وهلا بالبروش بتعملوا بلندنج. احلى ميك اب تيب، او اذا بدكم كونسيلر تيب، هو انكم تحطوا لون الكونسيلر على لون بشرتكم، خصوصا اذا مش حاطين فاونديشن، لانه هيك ما ببين الفرق. واحلى شيء انكم تعملوا له بلندنج ببروش كرمال تحافظوا على التغطية، مش ببيوتي بلندر. فيكم ترجعوا تقطعوا البيوتي بلندر إذا عبالكم هيك تخففوا من الكونسيلر، بس إذا بدكم تحافظوا على التغطية كملوا بالبروش. هلا the next step لازم نثبت الكونسيلر، فرح ناخد بودرة حرة، رح ناخد على باودر بوف. بتثبتوا الكونسيلر كرمال ما يخطط معكم بالنهار، لأنه أكيد وجهكم رح يعرق، فإجباري يكون تحت العين مات. ثبتوا بس المطارح اللي حطيتوا عليها كونسيلر. هلا اكيد بدنا سان كيست لوك، كانه كانت الشمس ضاربه على وجهنا وطالعين من التان، فلازم يكون البلاش دبليو. تحطوا نوز تشيكس ومن هون كمان، وراح تلاحظوا انه راح استعمل لونين. هيدا اول لون هيك لانه برونزي بلاش، تاني لون رح يكون تنت لونه احمر، حط هيك فوقه نفس التنت اللي استعملته استعمله على ماي ليبس. هلا على فاونديشن بروش بتعملوا بلند للبلوش مع بعضهم، ولانه بدنا اياه سان كيست، فالبلوش اللي حطيناه على النوز بدنا نوصله بالخد. إذا عبالكم تعملوا كونتور فيكن، بس أنا بفضل إنه ما نعمل كونتور لأنه بدنا أخف برودكتس as possible. هلأ صار وقت الجلو، فرح ناخد ليكويد هايلايتر ونحط على الخدود، ونفس البرودكت اللي استعملناه للخدود بنحط منه فوق العين كآي شادو، لأنه كمان بدنا نلمع فوق العين. حط على التاني ميلة، على الخدود من فوق، وعلى النوز شوي، فوق اللبس وتحت اللبس شوي على الشن. وهلا بالبرش نعمل بلندنج للهايلايتر، ونفس البرش حتى لو كبيرة هيك بنعمل بلندنج فوق العين ليطلع عنا a very natural look. هلا قبل ما ننتقل للباودر برودكتس لازم نثبت الوجه، فرح نثبته هلا كرمال it's summer كتير هيك الدرجة عالية، فلازم يكون كل شيء ثابت. منزيد باودر بلوش كرمال نثبت الكريم بلوش. هلا على فرشاية كتير فلافي بناخد من البلوش، قديه بتحبوا بتزيدوا هيك، بس هيك شوي شوي، ونفس الشيء فوق العين لنوصلهم ببعض يبين هيك أكتر مونوكروم. هيك بنكون خلصنا الوجه، بس اكيد بعد في الماسكارا واللبس. اول خطوه هو انه نكبس الرموش، هيدي ماي فيفورت ستيب لانه فيكم تشوفوا الفرق، وبيعطوا هيك كتير ليفت. نفس الشيء على تاني عين، شوفوا رموشي كيف صاروا اوريدي مرفوعين قبل الماسكارا. هلا اتس تايم انه نرفع الرموش.
بس قبل الليب لاينر لازم خبركم عن هالستيب، انكم تحطوا هايلايتر بالانر كورنر هيك شوي تطل مع العين. وهلا لللبس اوريدي نحن حاطين تنت، فبس عايزين ليب لاينر، واذا عبالكم تحطوا جلوس بتحطوا، اذا لا يو سكيب ات. للليب لاينر على طول خلي الاختيار يكون اكثر نود، يكون براون بينكش، بعمل هيك بلند شوي باصبعي مع التنت وذاتس ات. ما تنسوا ثبت كل شيء بسيتنج سبراي لتاني مره ولاخر مره، وهيدا الفاينل لوك للبلانز من بعد البحر. ما تنسوا تكتبوا لنا رايكم بالكومنتس وتعملوا لايك وسبسكرايب.